سامي. بعدين ما تلاحظون والله يا اخوان، لنا يمكن دحينها 3 ساعات ما طلعنا التبات ابدا. على الله يا رجال، على الله، كل ما ياخذ الا رزقه. طيب نسوي السحب، نسوي السحب، نسوي السحب يا اخوان. بسم الله. اليوم السحب ان شاء الله على 4 بطايق، 4 بطايق نون ابو 100 ريال و باكجين عطور. يلا بسم الله نفتح السنابات. هذه السنابات. يلا السحب الأول على بطاقة 100 ريال. هذه السنابة، لا ما طلعنا سناب اليوم، سناباتي ما هي كثيرة عشان كذا يعني السحب يكون خفيف. هذه السنابة بسم الله، وهذه التعليقات حقتها. ما شاء الله، لا هذه المشاهدات ما هو بالتعليقات. نعيد مرة ثانية، يلا علامة النقطة، مبروك فزت ببطاقة 100 ريال نون. خلونا ذلحين نعطيها البطاقة علشان ما ننسى، والله يا عيال عشان ما ننسى نعطيها البطاقة، وكفى الله المؤمنين شر القتال. من حن فاضين، والله من حن فاضين له. نون حل يا مسلم. ايوه بطاقة، وين هي البطاقة ذيك؟ هاي افا، الف مبروك يا علامة النقطة. هاي اصبر خلي تجيني الرسالة. ممتاز. طيب 1 2 3 4 بطايق. بسم الله، متابعة، ارسال. ممتاز، تم اضافة الطلب بنجاح. يا سلام، هذه البطايق هنا، ها شرينا البطايق، ها شوفها، 1 2 3 4 بطايق، 4 بطايق. علشان ايش ما تقوله؟ يضحك بكم، يضحك بكم، الله اكبر، الله في عيال رجال، الله في عبس. طيب هذه البطاقة الأولى، الله يبارك يضاعيها. هذه البطاقة الأولى، الله يبارك يضاعيها. يلا السحب الثاني، السحب الثاني. بسم الله، على هذه، وهذه التعليقات حقتها. مبروك مبروك فزتي ببطاقة. يا ما شاء الله يا كثرة التعليقات يا ود، هذه معلقة على كل سناب 4 تعليقات. ممتاز، فزتي ببطاقة نون 100. يلا هذه البطاقة، الله يبارك لك. اللي بعدها، اللي بعدها، الحب الياس. هذه السنابة حقت اختبار الحساسية، هذه التعليقات. بسم الله، لا ارجع، هذه التعليقات. يلا بسم الله، بنت محمد مبروك مبروك فزتي ببطاقة 100 نون. الله يبارك لها، الله يبارك لها. خلنا نصور الشاشة ونرسل لها البطاقة. ألقمي، مبروك خلنا نصور البطاقتين، باقي بطاقتين معنا.
هذه التعليقات يا اخوان، يلا هذه السنابات، يلا ها جاهزين؟ بسم الله. على السنابة هذه، هذه التعليقات. خوخة مبروك، فزتي ببطاقة نون 100 ريال، الله يبارك لك. ألبمي وبكذا انتهى السحب على 4 بطايق اليوم، الله يبارك لكم إن شاء الله. باقي ذا الحين السحب حق باكجين عطور، باقي السحب الحين على باكجين عطور. وش رايكم نخلي السحب حق الباكجات الساعة 3 عشان اللي ما شارك يشارك يلحق، وش رايكم؟ ولا تبغونه ذا الحين؟ تبغونه؟ اللي يبغى السحب حق باكج العطور ذا الحين يكتب، يكتب واحد. اللي يبغاها الساعة 3 عشان الناس يمديها تشارك يكتب رقم 2. يلا خلونا نشوف. الله أغلب الناس يبغونه ذا الحين. طيب السحب ان شاء الله بيكون على الصورة واحدة، السحب ان شاء الله بيكون على الصورة هذه حقت المسابقة اللي موجودة في سنابي، السحب حق الباكجات بيكون على الصورة هذه. يلا يلا خلونا نكمل جولات، نترزق الله نشوف كيف الطريقة. ورنا الصورة، الصورة حقت المسابقة معروفة.